إذا تكلمنا عن كثير أشياء بلغة الجافا سكريبت، تكلمنا عن مقدمات وين بنستخدم الجافا سكريبت، وين بنحطها بملف ال HTML، والستيتمنتس والسينتاكس والتعليقات والمتغيرات والارثمتيك والأنواع البيانات والتوابع والكائنات والأحداث والنصوص والأرقام والمصفوفات والتواريخ والرياضيات والشروط المنطقية والمقارنات والسويتش كيس والاف الس والالس اف واللوب فور واللوب وايل دو وايل والبريك والكونتينيو وتحويل الانواع والبتواز والريجكس والايرورز الاخطاء والسكوب والهويستنج والستريكت مود والذس كيورد والليت والكونستانت والايرور فانكشن. وتكلمنا كمان عن الكلاسز والديبوجينج، كشف الاخطاء والستايل جايد وافضل الممارسات وكشف الاخطاء وأخطاء شائعة، وأيضا عن زيادة سرعة الأداء. كمان في عندي كلمات محجوزة بالجافا سكريبت، دول تكلمنا عنهم سابقا. إذا الجافا سكريبت ما بيقدر يستخدم هاي الكلمات، إذا المتغيرات والليبلز والفانكشنز نيمز اللي هن هدول abstract arguments await boolean break byte إلى آخره، الكلمات اللي هيك هي جديدة بالاي سي ام اي 5 و6، يعني مثل السوبر الامبورت والاينم والاويت والاكسبورت اكستندز، كلها بالنسخ الجديدة من جافا سكريبت. بتقدر تقرأ اكثر من حوالين الجافا سكريبت عن طريق راح نيجي له للفيرجنز اللي قدام شوي. كمان ريموفد ريسيرفد ووردز، هدول الكلمات محجوزة ما هون بتقدر تحذفها من الـ ECMA 5.6، معيار 5.6 ستاندرد، اللي هن الـ Abstract والـ Boolean والـ Byte والـ Char Go To Short Volatile Transient و Native إلى آخره. لا تستخدم هاي الكلمات مع المتغيرات. ECMA Script 5.6 ما فيوش دعم كامل لكل المتصفحات. كمان عندي الجافا سكريبت كائنات والخصائص والميثودز مثل array date eval function is none non math to strings to string الى اخره. جافا ريسيرفد ووردز كلمات محجوزه، get class java get java array java class java object، والاذر ريسيرفد ووردز كمان كلمات محجوزه ثانيه. بالجافا سكريبت تقدر تستخدم لغات البرمجه لعده تطبيقات، اللي يتوجب عليك انك تتجنب استخدام اسم ال HTML والكائنات النافذه وخصائصها مثل الاليرت اول انشر انشرز بوتون اريا، هذول موجودين بال HTML وغيره. كمان عندي الاوبن الاوبنار بلجن ريسيت باسورد سكرين سيلكت سيلف ستاتوس تكست اريا توب ويندو ان سكيب تينت ان تينت الى اخره. وال HTML ايفنت هاندلر كمان، اللي هي بالاضافه لانك تتجنب استخدام بالاسماء بال HTML ايفنت هاندلر، مثال اون بلر اون كليك اون ايرور اون فوكس اون كي داون اون كي بريس اون كي اب اون ماوس اوفر اون لود اون ماوس سيب ماوس اب واون ماوس داون واون سبميت. ده هاي كانت كلمات محجوزة بالجافا سكريبت.